السلام عليكم، إليكم أجمل خبر. ونرجع ما قبل الحرب، قعدنا صبح في 7 أكتوبر الماضي شفنا عملية طوفان الأقصى، ومن بعدها اندلع الحرب المميتة. وبعد أكثر من 40 يوم من هذه الحرب الكارثية، قعدنا اليوم الصبح على خبر كلش مفرح، اللي هي وقف الحرب مؤقتا ولمدة 4 أيام. وكما تشاهدون أمامكم، كل وكالات العالمية نقلت هذا الخبر وتنتظر هذه الهدنة، وكل شعوب العالم أكيد تنتظر هذه الهدنة ودخول مساعدات الإنسانية. وأصدرت حركة حماس فجر الأربعاء بيانا كشفت فيه عن تفاصيل ما وصفته باتفاق التهدئة مع إسرائيل. وتضمن البيان: توصلنا إلى اتفاق هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار مؤقتا لمدة 4 أيام بجهود قطرية ومصرية حثيثة. وفيما يلي أبرز ما جاء من تفاصيل في بيان حماس حول الاتفاق، وهي وقف إطلاق النار من الطرفين وكل الأعمال العسكرية للجيش الإسرائيلي في كل مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في القطاع، وإدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة بلا استثناء شمالا وجنوبا، وإطلاق سراح 50 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية وأيضا دون سن 19 عاما، وذلك حسب الأقدمية. ووقف حركة الطيران. ولكم التعليق، ولا تنسوا أن تعطوا لايك للفيديو لأن يصعد الفيديوهات إذا تعطيها لايك، واشترك بالقناة ليصلك كل جديد، وأشوفكم بفيديو جديد.